وزارة التموين. معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. يا أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. أستاذ محمود، يعني قبل الخوض في موضوع الحديد، كان هناك لقاء مهم ما بين الدكتور خالد حنفي وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى من أجل ضبط الأسعار. هل يعني ظهرت مؤشرات لنتائج عن هذا الاجتماع تصب في مصلحة يعني ضبط الأسعار؟ أولا أستاذ محمد، الاجتماع اللي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السلاسل الكبرى ده بيأتي في إطار قيام وزارة التموين بعمل آليات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها خلال الفترة الأخيرة. أولا تم الاتفاق على عمل مبادرة كبيرة لتخفيض عدد كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية الغذائية، سيتم الاتفاق على عددها وأنواعها وحجم خفض الأسعار فيها خلال الأسبوع القادم بإذن الله. طيب يعني إلى أي مدى يعني كان هناك تجاوب من أصحاب هذه السلاسل الكبرى من أجل يعني ضبط الأسعار وخفضها وفقا لما ترتئيه القيادة السياسية في هذا التوقيت؟ بالتأكيد أصحاب السلاسل التجارية اتفقوا على عمل مبادرة تخفيض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، وسبق قبل كده أن الدكتور خالد حنفي العام الماضي كان اتفق مع عدد من السلاسل وتم تثبيت أسعار 30 سلعة لمدة عام، والتزموا الحقيقة أصحاب السلاسل التجارية. لكن الاجتماع أصفر أيضا أن الدكتور خالد حنفي طرح عليهم الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية اللي هيتم من خلالها قائمة عدد كبير من السلاسل التجارية في كافة المحافظات لطرح السلع المواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة أنهم هيحصلوا على سلع عالية الجودة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناديق الغذائية بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بأسعار تناسبهم وتناسب كافة محدودي الدخل. أيضا تم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة بحث إزالة المعوقات التي تقوم في إجراءات فتح السلاسل التجارية والعمل على إزالتها، وعمل تعديل تشريعي لتوحيد الرقابة المتعددة على الأسواق تبقى في جهة واحدة. طب أستاذ محمود، يعني فيما يتعلق بموضوع الحديد، يعني إلى أي مدى ساعدت الحملات الرقابية على ضبط الأسعار في أسواق الحديد؟ الحملات على فكرة يا أستاذ محمود بتم دوام مكثفة من قبل مفتشين التموين وبحث التموين على كافة مصانع ومحلات التجزئة للحديد الالتزام بالحد الأقصى للأسعار، وزي ما حضرتك ذكرت إن حق كل تاجر إنه يبيع فأقل من الأسعار المعلنة بشرط أن يتم الإعلان عنها. فالحملات يوميا مستمرة على كافة محلات التجزئة بهدف التأكد من الالتزام بالأسعار، وفي نفس الوقت اللي هيتم مخالفة هذه الشروط والالتزامات هي تعمل له اتخاذ ضده الإجراءات القانونية وتحويله إلى النيابة العامة. طب ابقى معنا أستاذ محمود، معنا أيضا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرؤوف عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء. يا أهلا بك أستاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. بس محمد، يعني كيف انعكست يعني الزياده الملحوظه في اسعار الحديد على حركه البناء خلال هذه الفتره؟ اولا عايزين نفهم الناس المشاهدين ان المشكله عميقه، الازمه عميقه، وان احنا عندنا حتى الحكومات الوطنيه في اكبر الدول في امريكا وفي فرنسا وفي اليابان، الدول ما بقتش تمتلك ناصيه القرارات الاقتصاديه. القرار الاقتصادي اللي بيدار بواسطة الشركات متعددة الجنسيات على مستوى العالم في بورصات للحديد. بورصة الحديد دلوقتي، يمكن طبعا اكيد وزارة التموين تعلم الكلام ده اكتر مني، ان الحديد بره بيتباع ب 420 دولار، ده سعره الاعلامي حديد تسليح دلوقتي. بيتباع جوه للمستهلك المصري ب 600 دولار. ليه؟ ليس مش هنلوم المصانع، فترة ان انا عمال الوم المصانع واقول اصل المصنع، لا، في حلقة عندنا مفروضة، احنا ما عندناش سياسة اقتصادية واضحة المعالم بتعرف الناس وبتفهم المجتمع ايه ما يحدث في سوق الحديد. سوق الحديد حضرتك دلوقتي كانت في ازمه طاقه عند الناس دي بقى لهم فتره طويله، الطاقه كانت مقطوعه عنهم، الطاقه رجعت لمصانع الحديد. انا راجل مقاول متضرر من اسعار الحديد، ومتضرر من اسعار زياده الاسمنت، ومتضرر من كل السلع، ولكن احقاقا للحق اما يبقى انت عندك مصنع، المصنع ده من المفروض فيه 1000 عامل، هينتج 1000 طن حديد، بينتج 200 طن، ما هو لازم اتحمل على السعر بتاعك فرق التكلفه. وجود عدم وجود اعتمادات لهم لاستيراد المواد الخام بتاعتهم بفتره طويله اثر على المصانع دي. ثاني حاجه ان مكاسب تجار الحديد في مصر من اعلى المكاسب على مستوى العالم، في فرق ما بين المصنع وما بين المستهلك حوالي 500 جنيه. لان طبعا في الفتره اتكونت شبكه مصالح من تجار الحديد كبيره،
تقدر تتحكم وتتلاعب بالسوق نظرا لقله الانتاج. طب استاذ محمد، يعني نذهب بالتساؤلات اللي عندك ديت والهواجس والمخاوف التي لديك الى الاستاذ محمود دياب. استاذ محمود دياب، استمعت الى الاستاذ محمد عبد الرؤوف فيما يتعلق ب يعني استمرار استغلال التجار يعني هذه الفتره لتعويض ما يعتبرونه خسائر لهم من اجل زياده الاسعار، يعني كيف تتصرف وزاره التموين وبالتنسيق ايضا مع وزاره يعني التجاره الداخليه؟ محمد، الموضوع الاسعار اللي بتحددها شركات ومصانع الحديد ده بيتم الاتفاق مع بين هذه الشركات والمصانع ووزاره التجاره والصناعه، اما دور وزاره التموين هو دور رقابي وتنظيمي والعمل على منع الاحتكارات وضبط اي مخالف عن الاجراءات والشروط اللي بيتم اعلانها من قبل الاتفاق اللي تم ما بين وزاره التجاره والصناعه ومنتج الحديد. فاحنا بنراقب الاسعار لان نعمل على عدم الاحتكارات في نفس الوقت بدون نطرد المخالفين. اما بالنسبه للشكاوي اللي بيشتكي منها الاستاذ محمد بالنسبه للطاقه وما شابه ده، هذه من المسائل او الامور ترفع لوزاره التجاره والصناعه ويتم تشكيل لجنه وضحت للعمل على تيسير لهؤلاء المنتجين لخفض اسعارهم. وضحت الصوره الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، وايضا شكرا للاستاذ محمد عبد الرؤوف عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء.